بسم الله والحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في أمرنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام والإيمان والإحسان، واجعلنا من خير من أحبك وحضر بين يديك حضورا على حقيقي لا وهم فيه ولا استخفاف فيه، بل غرور في تقدير لك حق قدرك، وفيه شعور بإنعامك، وفيه شكر لعطائك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. إن شاء الله نوفق في هذا الفيديو كذلك ببركات الله ورضاه، حتى يتبين الناس أن القرآن ليس هو كلام المخلوقات، بل كلام سيد المخلوقات وباعثهم. من عبر التاريخ كله ثم دائما عباد الأصنام الأوثان، وحتى الآن وإن ادعى الناس أنهم في تقدم ونتحضر، الآن هم غارقون في عبادة الأوثان، سواء كان من المتخيلة أو منها ما هو يمكن لمسه أو الإحساس به أو الإبصار به، مثل عبادة النساء أي الجنس، سواء كان هتقدر العبادة الجنسية من الطرفين، ولا المال ولا السلطة بصفة عامة، ولا نياشي الباطلة، هذا دكتوره في كذا، هذا تحصل على جائزة نوبل، يعني ناس تعيش الوثنية وإن لم ينطقوا بها وإن لم يعترفوا بها، لكن القرآن هو كشاف. ماذا يقول ربنا في هذا الموضوع؟ وعدة مواقع في القرآن، لكن نكتفي ببعض آيات من سورة النحل. نبدأ ب 73، ويعبدون من دون الله، أي مع الله أو بدون عبادة الله، لا، ويعبدون من دون الله. ماذا يعبدون يا ربنا؟ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني تعبد اللي ما يملك حتى شيء؟ من أنت حتى تفكر هكذا؟ هل أنت فقدت العقل، فقدت التمييز، فقدت إحساسك بالمسؤولية تجاه حقيقة الله؟ وهل أنت فعلا تريد خيرا لنفسك وأنت تتبع الهوى ومبانة أفكارك المريضة؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، هل هناك غير السماوات والأرض الخلق؟ أبدا. إذا لا يملك لك لا في السماوات السبع ولا في الأرض ولا الأراضي السبع أي شيء، لا نفعا ولا ضرا. إذا لماذا تقول بعبادتهم؟ ولماذا تستكين لرأيك فيهم أنهم يجلبون لك الرزق ويدفع عنك الأضرار والخسائر غيرها والخسارات والحسرات، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولو كان مقدار نترينو أو دون ذلك، ولو لينانو ثانية ما يقدروش. وربي أعطاه مثلا، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا أو رجلا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق الله العظيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، حتى لو كانوا هما اللي تعبت فيهم حقيقة يقدرون على شيء، ولا يمكن لهم أن يكونوا حقيقة. إذا كانوا مش حقيقة فكيف يستطيعون؟ وإن كانوا حقيقة فكيف يستطيعون؟ إذا دائما أنتم
في فيلم وحاد غارقين في الضلال. يا ناس اخرجوا لتدعون خاصة الإسلام، اخرجوا من هذه الأوام. هذا يقول لك ناو تلقاني فلوق فلن أجيك فلوق فلن. أنت تملك من الأسباب الشريعة، أنت تملك الزمان حتى يولي طوع بنانك. هل أنت تحدد الموعد؟ لابد أن يكون ذلك الموعد كما اشتهيت أو كما فهموا عنك من تخاطبه عن طريق الهاتف ولا طريق أي شيء كان أو رسالة، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا، شوف ربي كيف يوصينا وهو رحيم بنا، وهو يريد تربيتنا تربية صحيحة فيها منافع جمة دنيوية وأخروية. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعرجك الحقيقة أن العلم يملكه الله، لا أنت ولا أنا. وما أوتيتم يعني أعطاكم ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبما أنه قليل وقل ربي زدني علما. فلا تضربوا لله، كيف قال لك أنا ما نقول الحقيقة، ربي أعطاك هذه الحقيقة، هذه أطعام تتوالى، أي حقيقة تقصد. ومن منكم مهما بلغ من درجة العلوم الدقيقة يعطينا حقيقة، حقيقة الحقيقة. أين أنتم؟ نتحداكم. لا حقيقة إلا الله، ولا حقيقة إلا التوحيد أو وحدة التوحيد، وحدة الخلق، الله خلق لا سواه، ولا حقيقة إلا قضاء الله وقدره. أما ما تقولون أنه حقيقة فهو لفظ مردود عليكم، لأن لا تقابل حقيقة ملموسة، حقيقة على اللسان لا تكفي حتى تصبح ظاهرة للعيان. ضرب الله هذا فرض لله المثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها ربي العبد الحق في ضرب الأمثال، والقرآن غني ثري بالأمثال صادر عن الرحمن. ضرب الله مثلا، أو مش عاديكم المثل هذا، مش كذبكم السورة اللي يرجع عليها في تعبدون من دين الله ولا يملك لكم السماوات والأرض شيئا. ضرب الله مثلا عبدا مملوك، أنت ألا تقدرون على شيء في وجودكم في الدنيا؟ دخلتم في الدنيا وتخرجون من حيث لا تعلمون، لا بدايتكم ولا نهايتكم، ولا تملكون في هذا الأمر أي شيء، يعني من شيء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أو دائما شيء، يعني هناك كلمة شيء تعني كل ما هو تجربة كل الوجود المخلوقات. إذن العبد المملوك لا يقدر على شيء، ليس له سلطان على شيء، لأنه ما لا أمره يرجع إلى سيده. وأنتم لم تعترفوا بالسيد الحقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما السيد الله لما خاطبه إنسان قالوا يا سيد العرب، فرد عليه رد مفحم ومتأدب. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والمقابل لهذا العبد المملوك غير قادر على أي شيء، يقول ومن رزقناه منا رزقا حسنا. من هم؟ هم المؤمنون، هم يتمتعون لأنه روح طاهرة زكية وعقل مستنير. من ينفتح على الحقيقة وعلاقتهم بربهم ممتازة في القمة مطلقة، وعلاقتهم بأنفسهم جيدة، يعرفون من هم فلا يستكبرون، لأنه يستكبر وذي لا يعلم عن نفسه شيئا، كلاب السياسة أغلبهم لا يفقهون، لو كانوا يفهمون ما كانوا يقدموا لهم، يشكروا رؤساء ولا ملوك ولا وزراء، لا، اللي يعرف روحه يكرم روحه، ما يعرفش روحه باش يهين نفسه ولا يعطيه المنصب، ولا ياخذه غصبا كما كلب السيسي ولا كلب الشاب، ياخذه غصبا لأنه هو لا يفهم شيئا عن حقيقته، وهو مهان، فهو لا قيمة له عند الله، هو غيوان
ما دام هو معاه شيطان فهو من اعداء الله لا يبارك الله لهم. ونجحوا لفتره زمنيه ان يموهوا وان يعلنوا ما ليس فيهم حتى يتقبلهم الناس ويصدقهم التافهون يعني لا عقل لهم ولا تمييز. وهذا يقع يقع الاضرار عن هذا الطريق اضرار فاحش. وتذوقون يا شعوب يا ممتهنة يا اذكروا يحيى ويحيى تعيشون اراضي القوم وتعيشون في سخط الله صباحا مساء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا رزق وحسن ومهب الشرق في الماضي أي في القرآن أما مقابل بين الرزق الحسن وخير الحسن. وهذا قصدا في حديثي عن الخمر كيف الله أخذنا بلطفه وبطريقة تدريجية حتى تنتزع معنا أم الخبائث أي الخمر. ضرب الله مثلا عبد المملوك على مخوص الخمر حتى الآن ما كانت التقنية وما كان حرص من يدعون التطبيب الكولوك في هذا الميدان حتى الآن يعانون العجز والهوان ولا فائدة إلا في قليل النسب تتفق أموال طائلة بالنسبة للبعوث بين الرفاهية العلمية وأموال طائلة في بحث عن الأدوية التي تبعث القرف في من هو مدمن على الخمر. فكلما احتسى كأسا إلا وضغط عليه تقيؤ مضيق له ضيق عليه الخناق حتى ينفر مما كان سبب لهذا الغب القي اللي مؤلم وشديد على من احتسى تلك الكأس الأولى. حيث قال دي حقيقة ماذا مش حقيقة ما يوصل الناس الحقيقة وما همش قالوا حقيقة لأنه ما زالوا بعيدين عن الله. اللي مش ينشعوا هم الذين يقتفون أثر القرآن. هؤلاء يكونوا مسلمين سمي أمر من الله يبتهلون إلى الله ويسألون التوفيق في مشروع هذا الذي سيرحم المصابين بهذا الداء العضال يرحمهم حين يسيرون على درب الإيمان والتوحيد والخلاص والإنابة والمجاة. هكذا يكون وقت النصر على أم الخبائث وعلى شيطان كان من وراء هذه هذا المشروب اللعين. ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. احنا طبيعتنا نخدم سرا في رحمة الناس لكي لا نهينهم لأن فما ناس عندهم حساسية لكرامتهم كبيرة لابد أن نأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة. فالإحسان لهم لا يكونوا على قارعة الطريق لا يكونوا برفع الصوت لا يكونوا بها منذ إلي أن يحسنوا إليه هذا من ولا فضيحة ولا إذاء وليهانة وأنا مش أحلى نعم ناس المؤمنين نعم كرم الله قد كرم بآدم ثم زاد كرمنا بالإسلام والإيمان والإحسان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه منه ما يحسبش. قال رب يقول الحديث القدسي يا عبدي أنفق عليك فينفق منه سرا وجارا. هل يستوون الجماعة اللي هي العبودية المظلمة الظالمة في أصحابها؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا كان فقدتوا المثل المضروب الحمد لله لكونه أعطانا نحن الذين هم أولياء الله ما أعطانا من خيرات وكنا دائما أحنا نحمل لكم البشائر والخيرات إن شاء الله. وبعد ذلك ضرب آخر وضرب الله مثلا رجلين
احدهما اكم لا يقدر على شيء ووكله على مولاه، يعني صيب المولى يعني ليملك امره اينما يوجهه لا ياتي بخير. وابكى موقع حتى تبعثه يقضي حتى بالاشاره من جمج وصل الرساله. ووكله على مولاه اينما يوجهه، لو مولاه شعر من الثقيل اللي يترتب على هذا المملوك. ومع ذلك ربما سيده وابنته له من العمق ومن العجز ما له، فنقول أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله إليه السماوات والأرض، وأمر الساعة إلا كأمر البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. شوف القرآن ما عظمه، ما دقه، ما أعجزه، ما أكرمه على خلقه. لو فقهوا لسلموا من قبضة الشيطان عليهم قبل آثمة مهلكة. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.